مساء الخير على مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج الملكة تواجه. قلنا قبل كده اللي احنا فيه ده إن شاء الله محنة هتعدي، وتفائلوا بالخير تجدوه، لكن خليكم في البيت. حلقة النهاردة مختلفة عن أي حلقة فاتت. هنتكلم النهاردة عن ديكورات الشقة وإيه الجديد في 2020، ويا ترى الفرش له علاقة بالديكور ولا ملوش علاقة. عشان كده معانا النهاردة المهندس المعماري محمد عبدو. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا شرف ليا تكون معايا ولبيك لي الدعوه. ده شرف ليا انا ان انا اكون معاكم النهارده في القناه، وان انا لبي الدعوه لحضرتك طبعا. اللي عجبني في الشركه عندكم ان انا لما جيت كنت بتكلم في ديكور شقه وتشطيب شقه، عملت لي حاجه كده زي انترفيو. تمام. عدد الافراد قد ايه، واستخداماتكم ايه، وفي ضيوف جايه او مش جايه؟ كلمني عن استقبال العملاء الاول. ده دايما اول انطباع لازم اخده عن العميل بتاعي. طيب. ان انا بعمل معاه زي انترفيو بسيط كده. هو الانترفيو دوت بحدد منه كل حاجه في طريقه عيشته، من افراد اسرته سواء اولاده سنهم قد ايه، بنات او اولاد، الاب عنده كام سنه، الام، كل دوت اللي بقدر احدده علشان اشتغل فيه في الديزاين بتاعي وانا شغال بيه. يعني ايه مش مجرد تصميم؟ مش مجرد تصميم، ده هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه، اللي هو أوكي. اول حاجه الانترفيو اللي انا بعمله للعميل ده. أوكي. وهي دي اجابه مش مجرد تصميم، ان انا بالنسبه لي العميل بحاول ان انا اتدخل في حياته شويه. لو هو من الناس اللي بيجي لها زيارات، او من الناس اللي هي مش بيتردد عليهم زيارات، ناس بتبات او كده، كل ده بعمل حسابه وبحدده معايا في الاسلوب الفرش او نظام الغرف. يعني بمعنى مبسط ان في حاله مثلا لو شقه عندي مساحتها 200 متر والعميل هو وافراد اسرته 3، ببدا ان انا اوظف المساحات ديت في راحته هو كعميل داخل الشقه بتاعته. بتتكلم معاهم مثلا محتاجين كام حمام، المطبخ بيكون مفتوح ولا مقفول، ولا انت بتشوف ايه اللي مناسب ليهم وبتقول لهم عليه؟ انا دايما بكون الانترفيو اللي انا بعمله دوت علشان اشوف المناسب لافراد الاسره دي او للناس اللي هتقعد في المكان ده. فدايما بعمل الانترفيو ده عشان كده، علشان ما اكونش انا بعمل ديزاين او شغال في جزئيه بعيدا خالص عن العميل وافراد اسرته. فطبعا حته المطبخ مقفول او مفتوح او الشقه محتاجه كام حمام، كل ده بنحدده في الانترفيو ده. بس انا شخصيا بفضل ان المطبخ المفتوح الجأ له في بعض الاحيان. تمام. بمعنى ان انا لو عندي مثلا المساحه محتاجه ده لازم الجأ لده. اوكي. لكن لو المساحه مش محتاجاني ان انا اخش في مطبخ مقفول، لا مطبخ مفتوح سوري، يبقى انا محتاج ان المطبخ المقفول بيبقى فيه اكتر الخصوصيه. دي اول حاجه. بيكون روايح الاكل، حضرتك عارفه طبعا طبيعه الاكل المصري عامل ازاي. لو مفتوح متهيألي في مشكله في الشقه كلها، ولا في بقى تصميم معين نخلي ما فيش اي حاجه تدخل؟ هو كده كده طبعا الديزاين بيعالج الموضوع دوت. اجهزه الشفط النهارده بقت متطوره، وبقدر ان انا اعالج فيها حاجه زي كده. بس لابد برضو ان انا عندي الجزئيه دي لازم هتكون موجوده. مش معنى كده ان المطبخ الامريكان ملوش مميزات، لا، هو مميزاته طبعا اولا بيدي البيت شيك، يخلي البيت شيك جدا. انا بعشق المطبخ الامريكان. هو بصراحه ما انا بقول لحضرتك مش معنى كده ان هو لا، بيخلي البيت طبعا شيك. بيعيد تدوير الهواء في المطبخ، ما تبقى ست البيت واقفه فيه مخنوقه. بيدي العمليه العيله وافراد الاسره بيبقوا ملمومين مع بعض اكتر، غير ان ست حضرتك عارفه ان ثلاث ارباع الوقت بتاع ست البيت بيبقى ثلاث يعني تقريبا قاعده في المطبخ. فاحنا بنعالج الجزئيه ديت في دي، ان احنا لو في امكاننا ان احنا نعمل ده. وعلى فكره انا بفضل جدا المطبخ الامريكي لما يكون على ليفنج. على ليفنج؟ انا عارفه ان هو بيكون على ريسبشن. ما هو بيبقى معظم الاحيان. بس انا لو في الديزاين بتاعي اداني الفرصه ديت ان انا اعمله على الليفنج، طبعا بحبه جدا، لان الليفنج برضو ثلاث ارباع الاسره بتبقى قاعده فيه وقتها. لو حبينا نقول ايه المميز عند المهندس محمود ومش مميز عند حد تاني شغلك؟ والله انا اول حاجه عندي هي حته الانترفيو، ان انا بخلي العميل فرد من افراد اسره العمل بتاعنا. هو كل الشركات بتعمل انترفيو؟ انا اتعاملت مع كذا شركه قبل كده والله بيتكلموا والله انت هتدفع كذا، لكن مفيش اكتر من كده. لا انا بالنسبه لي لا، العمليه الماديه بتكون اخر حاجه. تمام. لا لازم فعلا اطلع للعميل المكان اللي هو طلب فيه ان هو يجي للمهندس ديكور. فده اول حاجه يعني نمبر 1 عندي، ان هو يكون متعارف على افراد اسرته عشان اقدر اطلع الديزاين المطلوب والمساحه اللي هو عايزها. دي اهم حاجه. طب في سؤال هنا بقى، لو المساحه صغيره ازاي نديها مساحه؟ اغلبيه الشقق دلوقتي مش زي زمان، يعني بياخدوا بقى 100 120 متر. والله انا فعلا شغلي كله والديزاين كله اللي انا شغال فيه دلوقتي على المساحات الصغيره اكتر، ويمكن ده بياخد على فكره مجهود اكتر من الشغل في المساحات الكبيره. لان انا الشقه بالنسبه لي الصغيره مش مجرد ان انا افرشها عفش وتديني احتياجاتي وبس. أوكي. لا بالعكس، انا ببقى عايز اقعد فيها احس ان انا قاعد فيها في قصر.
تمام، حتى لو مساحه صغيره. حتى لو مساحه صغيره. حلو قوي. بكذا حاجه وحاجات بسيطه جدا وغير مكلفه. اوكي. وعلى فكره انا بحدد غير مكلفه دي بالذات. اول حاجه لازم لو الشقه مثلا سي مساحتها صغيره ومعايا اوضتين مثلا، اوضتين ورسبشن، بحب ان البلاطه تكون مقاس واحد وشكل واحد. بيديني وسع وتخلي عيني مش شايفه فواصل. اوكي. دي اول حاجه. تاني حاجه احب بقى في المساحه ديت هي حته المطبخ الامريكان دي. وهنا انا افضله. افضله لانه بيدي طبعا الوسع والنور للمكان كله. اختار الالوان والدهانات تكون فاتحه. الديكور بتاعي لازم يكون مودرن. في الحاله دي بقى انسى الكلاسيك خالص. ولا حتى كلام. النيو كلاسيك، يعني ما ينفعش اقول هعمل حاجه ما بين الاثنين، لا. في الحاله ديت انا افضل الديكور المودرن. اشكال تكون بسيطه، اراعي ارتفاع السقف، ان هو لو السقف معايا واطي لا اخد مثلا اشكال بسيطه وتكون ظريفه كده، مع الحوائط تكون دهناتها فاتحه. ممكن تكلمني عن المطبخ والليفنج ازاي بيكون مع بعض؟ انت قلت لي ممكن تعمل مطبخ امريكان مع الليفنج. تمام. ده بيكون ودي إزاي؟ الفكره دي انا بحبها جدا. انا ما شفتهاش قبل كده. لا موجوده. يا ريت لو معانا صور ممكن نعرضها. المطبخ الامريكان اللي على الليفنج انا بحبه اكتر، لان هو هنا ادى الخصوصيه للريسبشن. خلاص انا دلوقتي قادر ان انا استقبل ضيف في اي وقت. اوكي. مش محتاج ان المطبخ بتاعي يكون مرتب 24 ساعه. اوكي. الليفنج ما بيخشوش الا الاسره نفسها. فهنا انا قادر حتى لو جبت جهاز تكييف اقدر ادي بيه للمطبخ بتاعي، وفي نفس الوقت ما يبقاش قدره عاليه زي قدره مثلا ان انا بدي للريسبشن ومطبخ في نفس الوقت. بس طبعا في الحاله دي براعي ان التكييف يكون قدرته اعلى شويه علشان السخونيه والبخار اللي بيطلع من المطبخ. طب ممكن نشوف الصور على الهواء؟ هي موجوده معانا. ده البلاطه بنتكلم عليها ال 3D دي الاشكال اللي هي الايبوكسي. يعني ايه دي الايبوكسي؟ دوت اللي هي الماده اللي هي بديله السيراميك دلوقتي. اوكي. دي بنشتغلها وبنعمل منها كل الرسومات اللي حضرتك زي حاجه اللي انت شايفاها دي. انت هي دي المساحه صغيره. هي دي مساحه صغيره، الحمام صغير. آه. بس حته الثري دي هنا مدياني الواقعيه ان هو في مساحه كبيره. حلو جدا. اللي بعده طيب ممكن نشوفه مع بعض. دي برضو حاجه كده اهوت 3 دي، بس اللي هي نظام زي في عمق كده لتحت. ده مطبخ ولا ده؟ لا ده حمام برضو. حمام؟ ده حمام برضو. حلو قوي. هو بطريقه حلوه قوي. الايبوكسي بصراحه شغله جميل قوي، وعلى فكره ده يعني طالع دلوقتي بقاله سنه او اتنين، بس في ناس متخوفه منه لان هو لسه تكلفة. حاجه جديده. التكلفه مش بعيده عن اللي بيعمل بورسلين، بل بالعكس اللي بيعمل رخام ممكن يلاقي ده ارخص منه. تمام. بس لو هنتكلم عملي لا. بمناسبه الرخام، احنا عايزين نتكلم عن موضوع التشطيب اللي قبل الديكور. يعني تمام. ده لازم يكون طبعا اساس 100%. ما هو طبعا انا اي لازم اكون اول حاجه خالص كده اللي هو انا داخل شقتي. تمام. انا عايز ايه؟ لازم اهم حاجه اكون انا محدد لنفسي انا محتاج ايه في الشقه دي. أوكي. راحتك بقى هي دي اللي احنا بنقول عليها الراحه. تمام. اللي هو اللي انا محتاج المود بتاعي مثلا يكون في جو هادي، محتاج مود يصور تشطيبات تقريبا. تمام. ده ريسبشن برضو كنت عامله في التجمع اللي هو اللي فات اللي كان فيه ورق الحائط. واضح ان انت بتهتم بكل حاجه. السقف انا اهم حاجه عندي بعد التاسيس طبعا الفينش، لان في ناس عندها مبدا ان انا اسس صح وفي الفينش الم. لا انا عندي ده زي ده، يعني لازم اسس صح ولازم يبقى الفينش بتاعي صح، لان في النهايه اللي انا صرفته هاجي اوفر في حاجات بسيطه وهلاقي ان في الاخر اللي ظاهر للناس هو اللي شكله وحش. طب بالنسبه دلوقتي معانا مصمم الديكور محمود عبده، قال لي على حاجه مهمه جدا قبل الهوا. قال انا عندي ميزه مش موجوده عند حد تاني، بيدي ضمان. كلمني عن الضمان اللي بتديه بقى لاي عميل. والله الضمان ده انا بعتبره برضو مش كلمه ضمان قوي، بعتبره اللي هو خدمه ما بعد البيع. يعني بعد ما بخلص الشغل. أوكي. مش مجرد اني بخلص الشغل وامشي، لا. انا معاك. وعلشان كده على فكره لو نرجع برضو لحضرتك لموضوع الانترفيو في الاول. انا زي ما بقول لحضرتك، زي ما بكون انا فرد من افراد الاسره والعميل بالنسبه لي فرد من افراد الاسره. تمام. انا بحط نفسي في الموقع ده، ان انا ما بحبش ان انا بعد ما اخلص شقتي واسلمه المفتاح يكون في صنايعي او عامل يخش ما يكونش عن طريقي، حتى لو حاجه بره الضمان في الحاجه اللي انا عاملها. اوكي. يعني انا كده دايما اقول للعميل بتاعي عندك مشكله حصلت، لا ارفع سماعه التليفون بلغني بيها وانا احلها لك. وما بحبش ان هو يلجا، او انت عارف حضرتك اسلوب الصنايعيه، وان يجي يتصل بحد ما يلاقيش جوابه موجود. يعني هو انا عارفه ان خلاص الشقه بتتسلم، باخد المفتاح، الشركه مالهاش علاقه بيا. حصل بحب حاجه في الشقه دي المفروض ان هي حاجه بتاعتي. لا زي ما قلت فموضوع الضمان ده اتفاجئت بيه. يعني هو انا زي ما بقول لحضرتك انا ما بسميهاش كلمه ضمان قوي، بسميها خدمه ما بعد البيع او خدمه العميل. تمام. انا ده بالنسبه لي
بيبقى في شغلي الاميز من شغلي نفسه. الضمان قد ايه؟ 3 سنين. ممكن نخليها 5 لو حد جه تبع البرنامج. والله انا عايز اقول لحضرتك هو في الواقع في الواقع ان انت حتى لو جيت بعد ال3 سنين في حاجه منك انت بتلاقيني برضو انا اللي بعملها. يعني لو في حاجه بره الموضوع بره ضماني انا برضو اللي باجي وبعملها لحضرتك. ومن غير تكلفه؟ لو طبعا حاجه سوء استخدام في حاجه مكسوره او يعني قطعه غير بتتغير دي طبعا بيبقى ليها تكلفتها لوحدها، لكن مش بحط عبء المصنعيات عليها. طب اتكلمنا بقى على التكلفه، العامل لما بيجي بتحب يقول لك والله انا الرينج بتاعي 100 200 ولا يسيب لك الموضوع مفتوح يقول لك انا عايز حاجه حلوه اعيش فيها طول العمر؟ والله انا اقول لحضرتك لو العميل هو اللي جه، اولا ما فيش عميل هيجي يقول لي انا رينج كذا. لان كل عميل بيبقى مستني انا هقول ايه. تمام. دي حاجه، وفي نفس الوقت انا نفسي ما بحبش اعرف هو حاطط رينج ايه. الانترفيو اللي انا بعمله دوت هو ده الفكره اللي انا بكلم حضرتك عليها، ده من ضمن الكلام. انا بعرف ميولك ايه، بتشتغل ايه، دخلك ايه، على اساس الكلام ده بحدد انا هشتغل على اساس ايه. فحتة الرينج ديت انا لما بعرف انت ميولك ايه في الديكور بنفذه وبدايزن عليه، بعمل الديزاين بتاعي. دماغنا بتبقى قريبه من بعض، في بعض الشيء ممكن يكون في تفاوت، بس في الانترفيو ده بيقربنا من بعض سواء في تكلفه او في الديزاين نفسه. حاجه مهمه بقى، اتفضلي. الفرش اللي علاقه بالديكور؟ طبعا طبعا. يعني انا عملت ديكور معين ببقى محدده ان انا هجيب فرشه مودرن؟ ما عشان كده انا بقول لحضرتك طبعا لازم اكون عامل البلان بتاعي في خطه اكون ماشي عليها. انا عايز الديكور مودرن ولا عايزه كلاسيك، عايزه نيو كلاسيك، ايه اختيار او ايه النوع اللي انا عايزه. طبعا في كل حاله من الحالات دي الفرش مرتبط بيه. يعني انا لو عندي الديكور انا حددته ان هو مودرن، هقدر هنا هوت المودرن بيبقى عايز، حتى لو عندي المساحه، ويا جماعه حتى لو عندي المساحه كبيره، لا طيب. المودرن بيبقى بيعتمد على السيمبل، اهم حاجه عندي يكون الفرش بسيط سواء عفش او اسقف. لو معانا صور تانية ممكن نعرضها للديكور الشقه. بيبقى انه عميل مريح اكتر، انه عميل مريح اكتر اللي بيجي يقول لك المفتاح اهو وسلمني الشقه. هو طبعا ده بالفرش بكل حاجه ولا؟ والله انا بالنسبه لي شغلي في الاثنين واحد. فما بالنسبه لي ده او ده مريح. بالعكس انا بحس اللي بيجي يتابع خطوات الشغل بنفسه لا بيديني نوع انا من ثباتي ومصداقيتي في اللي انا اتكلمت فيه ان انت جيت شفته، حتى لو جاي زياره من غير ما نعرفه. فلا بالعكس الاثنين بالنسبه لي واحد. طيب ممكن نتكلم عن الصوره دي؟ الصوره دي كان الريسبشن انا لسه مكلم حضرتك عليها، اللي هي في التجمع الخامس. دي كانت شقه 220 متر. اوكي. ده الريسبشن بتاعها. اعتمدنا فيه برضو في الريسبشن دوت على ان العفش نفسه جاي كبير شويه، عشان كده ما حطيتش سقف بسيط، يعني حطيت السقف فيه شغل شويه. اوكي. وفي نفس الوقت مش الاشكال والزخارف اللي هي المقلقه اللي بتبقى اللي هي بتحسسني ان السقف منخفض. طبعا ارقام التليفون التواصل موجوده على الشاشه، اللي محتاج يطلع الشقه بنسبه 100% روعه هيكلم المهندس تطلع حلوه جدا. ميرسي جدا لحضرتك. السقف حلو جدا. الجبسون بورد لازم في كل الدائرية. شقه دلوقتي ولا ايه؟ والله هو دلوقتي يعني احنا دلوقتي طالع طبعا موضه ان هو الجبسون بورد بقى شيء اساسي عندي في الشقه. أوكي. علشان كمان بيوت النور، وعلشان اخد منه سبوت لايت اضاءه اللي هي الهاديه. طبعا مع الديكورات اللي طالعه من السنه اللي فاتت ل 2020 بالاضاءه نفسها، توزيع الاضاءه نفسه ليه ديكور، فما بقتش ان انا اقدر استغنى عن الجبسون بورد بس بحدود. بمعنى ان انا لما قلت ان انا عندي سقف منخفض او المساحه نفسها صغيره اخد شكل بسيط جدا، ما اخدش شكل في السقف يحسسني ان انا قاعد في مكان منخفض عليا كده او ضيق. في حد بيسالني الاعداد العربي محتاجه مكان تراس مثلا بره الشقه ولا ممكن نعملها جوه؟ بالعكس ده ممكن نعملها في الليفنج وبتبقى جميله جدا. نعمل الليفنج كله قاعده عربي؟ جزء وجزء، لان احنا برضو ما عندناش ثقافه القعده العربي قوي. فاحب ان هي تكون جزء. هي في الخليج اكتر. هي طبعا في الخليج اكتر. وفي المطاعم بتاعت الخليج بتبقى موجوده اكتر. تمام. بس احب انها تكون جزء او كورنر عندي من الليفنج. اوكي. او في الريسبشن ممكن يتعمل لها كورنر ويبقى كورنر لوحده كده، بس هي بتبقى قاعده جميله. طبعا تبقى قاعده جميله قوي. احنا ممكن نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا.
إعلان على قناة الصحة والجمال HBC الوكيل الحصري وكالة جو ميديا للإنتاج الإعلامي 011-26-74-364 0-188-14-701. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ومعينا مهندس المصمم الديكور صاحب بقى مش تصميم مش مجرد تصميم عجبني نكمل بقى الأسئلة. في ناس بتشتكي دايما من موضوع البلاط بعد ما بيتركب أو السيراميك إنه بيتخلع تاني مكانه، ده بيكون ليه؟ لا، السيراميك والبورسلين حاجة، ده حاجة وده حاجة. بالنسبة للسيراميك لو هو اتخلع من مكانه فدي بتبقى مشكلة في الخامات نفسها بتاعت الموان بتاعته، سواء أسمنت في مشكلة أو رمل. أوكي. تمام؟ أو الرمل يكون في مية أو الصنايعي مثلا مداش يعني حق البلاطة في المونة بتاعتها، لأنها برضو ليها موزون معين لازم نخدمها كويس. آه طبعا. آه تمام. فدي الحالة الوحيدة اللي السيراميك يطلع فيها أنه هو مطبل أو مش مخدوم. لكن البورسلين ليه مواصفة معينة لازم أوصل لها، اللي هي أن أي خامة بورسلين في الدنيا بيبقى فيها دايما مشكلة أن ظهرها بيبقى ناعم. أوكي. أي ظهر ناعم مفيش مونة بتمسك فيه، ففي الحاله ديت بضطر ان انا اجيب لها خامه خارجيه بتبقى شكاير ماده، طبعا بدون ذكر اسماء، ماده معينه بتاع الدهان، ببدا ان انا اعمل بيها ظهر البلاطه ديت بنظام محبب كده او مخربش، ودي حاجه مهمه جدا في البورسلين. وبعد كده بشتغله زي السيراميك العادي، ففي الحاله دي البورسلين ما يطبلش مني ولا يفصل. طب احنا قلنا في ضمان 3 سنين، ولو حد جه البرنامج 5 سنين، لو على البورسلين على الاقل 20 سنه ده وعد من حضرتك كده على الهوا يا جماعه، اي حاجه المهندس محمود ضمان ما ده الحقيقه. طب بالنسبه للالوان بقى، مين اللي بيختارها؟ والله دي برضو في عميل بيبقى مصر على لون معين. تمام. أوكي. طبعا هو بيبقى جاي عندي علشان انا اللي اختار ده، بس بيبقى هو في دماغه بعض الوان معينه، وممكن تبقى في الوان مزعجه في دماغه، ما بزعلوش. بتلاقي في حد عايز الوان مترقعه كده، يقول لك عايز اورنج مش عارف. طبعا على فكره الاورنج في درجه من درجاته اللي هو داخل على الكنتالوب شويه، اللي هو اورنج غامق قوي، ده من موضه 2020. تمام. في الاحمر، على فكره الاحمر طالع من الوان 2020. بس الاحمر ما ينفعش استخدمه في مكان في فراغ كامل. ممكن عميل يبقى حابب اللون ده اعمله له في جدار واحد من الغرفه، فساعتها اللي هو ايه، لبيت احتياجه، بس في الاخر باقي الاوضه بلون تاني، وده طبعا يكون افضل بكتير. الالوان برضو اللي طالعه اللي هو البطيخي ده لون جميل جدا، اللي هو اللي طالع دلوقتي، الاخضر النعناعي، كل دي الحاجات الالوان دي اللي طالعه جديد. بتتغير الوان كل سنه، يعني السنه دي غير اللي فاتت غير اللي جايه، كل سنه كل سنه كده بتطلع موضه الوان. زي السنه دي مثلا طالع 5 الوان تقريبا، اللي هم ايه بقى الاساسيه، اللي هو اللون الكنتالوبي ده من الالوان اللي مطرقعه قوي السنه دي. الاحمر البطيخي اللون ده هادي وجميل جدا. الاخضر النعناعي، في الاصفر الغامق، مش اللي هو الكناري بتاع زمان، لا تمام. اصفر مقفول شويه، ده من الالوان اللي طالعه دلوقتي في 2020، وعلى فكره لما بتتنفذ او بتتعمل منها حيطه واحده كديكور بتطلع تحفه. نستفيد بقى من خبرتك معانا النهارده وتقول لنا ليه يعني لازم يكون اللون الحيطه ماشي مع السجاده والستاره الفرش، ولا ملهوش علاقه ممكن ندخلهم مع بعض؟ لا، هم بيبقى ليهم علاقه ببعض بس بنسب. أوكي. بمعنى ان انا مثلا يعني المنظور العام دايما الناس تحب يقول لك ايه، السجاده لون الستاره، او هشوف الفرش بتاعي لونه ايه عشان اجيب منه للسجاده. لا، الموضوع دلوقتي مختلف شويه، لازم احس بتنوع، لازم احس بحاجه جديده. يعني مثلا عملت الوان مثلا للفرش بتاعي على أوكي. فكره برضو من ضمن الحاجات اللي طالعه دلوقتي الفرش المتداخل، الوان متداخله بس طبعا بحدود. أوكي. بيدي بهجه كده وتحس بفرحه في المكان. بيدي نور، بيدي وسع كمان، لان عارفه عندك الالوان الفاتحه بتدي نور ووسع جميل قوي. فلازم اعمل بقى حاجه كده يعني مختلفه شويه، فباجي هنا هو الفرش لما اختاره اعمل على الحوائط حاجه مضاده شويه. أوكي. يعني ما تحسيش ان هو بقى ماتشنج منها زي الاول، لا، بعمل حاجه كده اللي هي ايه، مضاده عنها،
وابدا الحق ده او المه معايا بلون السجاده ولون الستار. يعني الموضوع كده بيتكمل مع بعضه. وفي نفس الوقت برضو من الحاجات اللي طالعه دلوقتي في 2020 الديكور اللي هو الحاجات الفاتحه عامه. يعني انا بجد انبسطت بحلقه النهارده جدا والله. انا اللي كنت مبسوط جدا. ولازم يكون في وعد منك على الهواء للمشاهدين ان في حلقات تانية معانا ان شاء الله عشان نكمل فن الديكور ونستفيد من خبرتك معانا. نورتني وان شاء الله في الحلقه الجايه. انا اللي كنت سعيد جدا بوجودي معاكم هنا اهوت في القناه ومع حضرتك طبعا شخصيا بصفه خاصه. رقم التواصل كانت موجوده على الشاشه، ممكن تكلموا المهندس في اي وقت. وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. الى اللقاء.